ونستأذن سيادتكم بإعطاء إشارة البدء للمهندس أحمد فريد سليمان لتشغيل كوبري الشهيد البطل أبانوب جرجس بالخنطرة. مساء الخير يا فندم. مهندس أحمد فريد سليمان وكيل مدير الإدارة الهندسية بعيد قناة السويس. تم تنفيذ كوبري الشهيد أبانوب جرجس بالقنطرة بطول 350 متر وعرض 15 متر وحمولة 70 طن. أستأذن سيادتكم يا فندم في إزاحة الستار. تفضل. اسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن نتقدم لسيادتكم وبالنيابة عن جميع العاملين بهيئة قناة السويس وشركاتها التابعة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بدرع الهيئة بمناسبة تشريف سيادتكم لنا بالحضور اليوم.